السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار التاسعة، نستهلها بأبرز العناوين. سمو محافظة الجنوبية يطلق مبادرة مجلة الخير 4 بتوزيع 1000 صندوق. محافظ العاصمة يكرم 32 جهة وفردا شاركوا بوثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي في النسخة الثانية. ومهرجان الطعام الثقافة يختتم نسخته السادسة في مركز الزوار طريق اللؤلؤ. أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. أطلق سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية مبادرة مجلة الخير 4 في حلتها الجديدة لعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بعد المردود الإيجابي والنجاح الذي أحرز على مدى الأعوام الماضية. وبهذه المناسبة أكد سمو المحافظ بأن المحافظة الجنوبية تقدم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتوعوي، بما يعكس مضاعفة الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وتعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية. حيث قامت المحافظة الجنوبية بتوزيع ما يقارب 1000 صندوق على أهالي المحافظة قبل حلول شهر رمضان المبارك، يحتوي كل منها على مستلزمات طبية احترازية ومواد غذائية، وذلك تماشيا مع جهود المحافظة لتعزيز الوعي بمخاطر فيروس كورونا وحفاظا على صحة الفرد والمجتمع وفق أعلى معايير السلامة. حيث تعد هذه المبادرة الأولى على مستوى المحافظات المملكة باشتمالها على المستلزمات الوقائية والمواد الغذائية في آن واحد. تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أطلقت المحافظة الجنوبية اليوم مبادرتها السنوية مجلة الخير 4، وذلك من ضمن المبادرات الاستثنائية التي تحرص المحافظة على تنفيذها قبل شهر رمضان المبارك. طبعا من خلال هذه المبادرة يتم توزيع مواد غذائية، والسنة راح يكون توزيع مع المواد الغذائية مستلزمات احترازية، وذلك طبعا تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم التواصل والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع. كرم الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة 32 جهة وفردا أثروا برامج ونشاطات محافظة العاصمة في العام 2020، وذلك طبقا للفئة الست التي احتوتها وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي. حيث تعتبر محافظة العاصمة أول جهة حكومية تنجح في تقنين العمل التطوعي وإعطائه صفة الاعتمادية الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين، وذلك تزامنا مع يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني. وقال محافظ العاصمة خلال حفل ختام النسخة الثانية من وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي، الوثيقة حفظت معياري الجودة والمهنية باعتبارهما موضع اهتمام لدى المتطوعين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين بوصفه الشريك الأساسي للمبادرة لتناغمها مع الأهداف 17 المتفق عليها في الأمم المتحدة والمعروفة باسم أهداف التنمية المستدامة 2030. تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، اليوم نشهد اختتام برنامج وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي وتكريم الفائزين حسب 6 فئات من الفئات التطوع. وطبعا ذي البرنامج برنامج وثيقة محافظة العاصمة للتطوع نال اعتمادية 7 وكالات من الأمم المتحدة، ويساهم في تشجيع التطوع على كل فئات وشرائح المجتمع وخصوصا في نطاق محافظة العاصمة. نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي داعمون لمثل هذه المبادرات التي تعنى بتطوير ورفع كفاءة العنصر الشبابي وروح المبادرة والتطوع في مملكة البحرين، وهي ليست
من الصفات الجديدة على أبناء مملكة البحرين، حيث أنهم مشاركون دائما وداعمون دائما إلى كل ما له علاقة بتطوير العمل التطوعي ونجاح العمل المجتمعي. احنا كبنك محلي وإقليمي عندنا مشاركات وايد ما شاء الله عليه في المجتمع، وواحد من الأشياء ان احنا نساهم في العاصمة هني، ان يعني في اي مجهود نقدر نسوي عليه لخدمة المجتمع احنا دائما سباقين واحنا محاضرين. سعدني اليوم حصولي على المركز الاول فئة الشباب لجائزة محافظة العاصمة 2020 للعمل التطوعي، والشكر موصول لمعالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة على جهوده المباركة في دعم فئة الشباب للحث على الأعمال التطوعية. شددت الدكتورة إجلال العلوي استشارية صحة عامة بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ومشرفة قاعة الفحص والتطعيم في مركز البحرين أدود المعارض والمؤتمرات على ضرورة توخي الحذر من الإصابة بفيروس كورونا في ظل تسجيل زيادة مطردة في عدد الحالات القائمة مؤخرا، داعية الجميع لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي تمتلك قدرة عالية على الانتشار ونقل العدوى. ودعت إلى المبادرة بأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة حاليا في مملكة البحرين بأنواعها المختلفة، حيث أن المملكة قد سمحت لخمسة أنواع من التطعيمات والتي أكدت مأمونيتها وفعاليتها لما لها من أهمية قصوى في التقليل من معدلات الإصابة والتخفيف من شدة الأعراض المصاحبة للفيروس في حال الإصابة لا سمح الله. وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة فجر خالد بوكمال استشارية طب العائلة. مساء الخير دكتورة فجر. بداية دكتورة، مملكة البحرين يوم أمس سجلت رقما قياسيا بعدد المصابين بفيروس كورونا، ما أهمية توخي الحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مملكة البحرين؟ هلا أخي دلال، مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين والمشاهدين اللي معانا. طبعا الرقم اللي شفناه يمكن كان مؤثر كبير، يعني بالنسبه لنا احنا يعني نراهن على وعي المواطنين والمقيمين بالمرتبه الاولى، وما شاء الله كنا محط يعني صراحه انظار انه ما شاء الله بسبب الالتزام والتقيد والحرص. فمن المؤسف نشوف دي العدد. يمكن الناس انا اتوقع انه حسوا بال يعني أمان بسبب أخضع الجرعات التطعيم، بس لا زال المفروض أن الواحد يستمر بالالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية حتى ينتهي من الجرعة الثانية، وبعد يواصل الالتزام بالتدابير الوقائية، لأن التطعيم بالتأكيد بيمنع انتشار المرض، وحتى لو واحد يعني أصيب بيكون بدرجة أقل المشاكل أو ما إلى ذلك. فإحنا لازم نواصل الاستمرار، يعني لو حصل أي أعراض نتصل على الرقم المخصص اللي هو 444، ونحرص على تسجيل التطعيم. إحنا ما زلنا نأكد على أهمية إن إحنا ناخذ التطعيم، لأن حتى يمكن مع المؤتمر اليوم إنه 99% وفاصلة 2 من 10 من الحالات اللي مصابة القائمة كانت مو ماخذة التطعيم، من الأرقام اللي طلعت. فما زلنا نأكد على الحذر والتطعيم وتجنب التجمعات. احنا يمكن هذا المؤثر الأكثر في هاي الرقم، التجمعات، لأن في النهاية حالياً الحرص وتوخي الحذر والالتزام بالتدابير ليست فقط للأمن، بل هي واجب وطني ومسؤولية على الجميع. نعم. وإحنا نأكد عليها مع المواطنين المقيمين اللي إحنا دائماً نراهن على وعيهم الكبير. طيب دكتورة، ما مدى خطورة انتشار الفيروس المتحور خصوصاً على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن؟ طبعا التأثير يكون أخطر من أي فئة عمرية أخرى أو فئة سليمة،
بس عشان نوضح للجميع، الأمراض المزمنة تشمل السكري، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، أمراض القلب والسمنة والربو وأمراض الروماتيزم، الأمراض اللي يأخذ عنها الشخص أو المصاب أدوية ممكن تقلل المناعة. هنا تضع المريض في فئة حساسة جداً، لو يتعرض للكورونا تكون العواقب عليه بشكل أكبر، يعني الوفيات كلها أو معظمها كان لديها أسباب كامنة، أمراض مزمنة، أمراض كامنة. تكون الفئة أكثر حساسية للمشاكل وللعواقب للإنفلونزا بشكل عام والإنفلونزا الكوفيد اللي حاليا نواجهها بشكل خاص. نعم، نحن أيضا بدورنا نتمنى الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية. الدكتورة فجر خالد أبو كمال، استشارية طب العائلة، شكرا لك. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. بلدية المنطقة الشمالية تطلق حملة توعوية للحفاظ على النظافة العامة بتسع لغات. اختتم مهرجان الطعام ثقافة موسمه السادس في مركز زوار طريق اللؤلؤ بالمحرق، وذلك بحضور الشيخة هلا بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والأثار وعدد محدود من المهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بأجواء مكسيكية اختتم مهرجان الطعام ثقافة موسمه السادس في مركز زوار طريق اللؤلؤ بالمحرق، مع فعالية جمعت كل من الفنانة والمصورة الفوتوغرافية البحرينية غادة خنجي مع الشيف إيرفين مورالز، حيث تميز المهرجان هذا العام بتقديم عروضه بأكثر من موقع ثقافي مختلف في مملكة البحرين. يتجدد اللقاء بجمهورنا رغم جائحة كورونا، رغم الظروف الاحترازية التي نمر بها ككل، وإنما هناك أشخاص قليلين مؤمنين بهذه الفعالية أتوا ليحضروا ليشاركوا، ويتجدد لقائنا بالفنانة غادة خنجي. وأكرر شكري أيضا للفنانة غادة ولفندق الريتز كارلتون والشيف المشهور من كانتينا كالو الذي تفضل بعمل هذه التجربة الفريدة من نوعها مع الفنانة غادة. كل الشكر للعاملين، للمنظمين للطعام ثقافة. يتجدد اللقاء بنا إن شاء الله في العام القادم بكل خير. هدف المهرجان كما في كل عام إلى صناعة لقاء ما بين عدد من المجالات الفنية من خلال جمع طهات من خلفيات مختلفة مع عدد من الفنانين، وذلك للعمل معا من أجل تقديم أعمال إبداعية تعكس نتائج تعاونهم. أنا مسرورة لكوني جزءا من النسخة السادسة من هذا المهرجان الذي كان يعرض لسنوات عديدة، وأعتقد بأنه مفهوم رائع بإدماج الطعام مع الفن. وأنا قمت بتجسيد فنانة مفضلة فريدة كالو، حيث أردت إدماج ثقافة البحرينية مع ثقافة المكسيكية. فقدمت ثلاثة عروض، العرض الأول يمثل الحرية والثاني يعبر عن القوة، أما العرض الأخير فيعبر عن الحياة والحب والموت وهذا النوع من المشاعر. وخلال الفعالية أحيت الفنانة غادة بطريقتها إرث الفنانة المكسيكية فريدة كالو عبر التوقف عند محطات في حياتها، كما شارك مع الفنانة خنجي في الأداء الذي قدمته الشيف إيرفين مورالز، والذي قدم أطباقا عكست الحضارة المكسيكية وعصرتها الفنانة فريدة كالو. أطلقت بلدية المنطقة الشمالية حملتها للمحافظة على البيئة ونظافتها وجمالها بتسع لغات، استكمالا لحملتها الوطنية نبية حلوة ونظيفة، وذلك بمشاركة مجتمعية مع مركز بصائر لتوعية الجاليات التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إيمانا منها بأهمية مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذه الحملات الوطنية المستمرة، والتي تهدف إلى توعية المقيمين من الجاليات الوافدة إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات البيئية التي أنجزتها مملكة البحرين في السنوات السابقة.
وتهدف الحملة لتوعية الجاليات بقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 للحد والقضاء على إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات والشواطئ والأماكن العامة والساحات المفتوحة. إيمانا منا بأهمية مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذه الحملات الوطنية المستمرة التي تهدف إلى توعية المقيمين من الجاليات الوافدة إلى أهمية المحافظة على المكتسبات البيئية التي أنجزتها مملكة البحرين خلال السنوات السابقة. ولله الحمد والمنة، احنا مستمرين في هذه الحملة، والآن بدينا في الحملة اليوم بتسع لغات. تكملت الحملة بتسع لغات للجاليات الأجنبية، منها على سبيل المثال اللغة الفلبينية واللغة النيبالية واللغة الهندية ولغة الأردو ولغة المليالم الكيريلا وغيرها من اللغات، لما لهذه الجاليات من أهمية أيضا في توعيتهم وتثقيفهم بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة. هذه المشاركة المجتمعية هي جزء من المبادرة لتوعية الجاليات الموجودة في على أرض هذا الوطن الغالي، توعيتهم بأهمية النظافة وأهمية التعاون مع في المجتمع. أيضا بعده مبادرة من ضمن مبادرات الشؤون الإسلامية بالمشاركات المجتمعية مع الجهات في الوطن، سواء الوزارات أو الشركات أو المجتمعات الأهلية وغيرها. عبرت الدكتورة منى بنت راشد الزيان رئيس مجلس أمناء الجامعة الخليجية عن جزيل شكرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للفرصة التي يتيحها المجلس الأعلى للشباب والرياضة لطلبة الجامعة لخوض تجربة التدريب العملي ضمن قسم الاتصال بالأمانة العامة بالمجلس، حيث استقبلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عدد من طلبة الإعلام والعلاقات العامة المنتسبين للجامعة الخليجية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهتين بناء على توجيهات معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الأمين العام بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة من أجل تقديم كل الدعم للشباب البحريني، حيث فتحت الأمانة العامة أبوابها لطلبة الجامعة الخليجية لخوض تجربة التدريب العملي واكتساب العديد من المهارات المهمة التي تسبق تخرجهم ودخولهم لسوق العمل. هذا وقد سلمت الجامعة الخليجية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الأمين العام للمجلس شهادة تم اعتمادها من قبل لجنة التحكيم لبرامج التدريب الميداني في الجهات الحكومية كأفضل جهة تدريب بناء على نوعه التدريب الاحترافي الذي تلقاه الطلبة خلال فترة التدريب الميدانية. ولا طقس محافظات مملكة البحرين. ونتابع في التاسعة غدا. التنمية السياسية، يختتم فعاليات ورشة الابتكار والإبداع في المقترحات البلدية. نهاية أخبار التاسعة. المزيد من الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق بي اتش تي في أند راديو. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.